السلام عليكم. حاول مسلحون مجهولون أمس السبت اغتيال مدير مكتب التخطيط بتعز نبيل جامل، ما أسفر عن إصابة وسائقه. تشهد تعز منذ فترة حمى اغتيالات واسعة، معظمها طالت جنودا في الجيش. لو كان محافظ ومحافظ أمين محمود قد أعلن عن حملة أمنية لتصفية المربعات من الفصائل التي لا تتبع أجهزات الدولة وتقوم بممارسات إرهابية داخل المدينة، لكنه أوقف الحملة بعد أيام فيما استمرت هذه المجاميع تحكم مربعات العنف وتنفذ الاغتيالات داخل تعز. اليوم خرجت احتجاجات في المدينة تطالب قيادة المحافظة بالقبض على القتلة وتخليص المدينة من شبح الاغتيالات الجاثم عليها، كما أصدر حزب الإصلاح والاشتراكي بيانين منفصلين دعا فيهما قيادة السلطة المحلية والجيش والقوى الاجتماعية في تعز إلى تحمل مسؤولياتهم وإنقاذ المدينة من جحيم الانفلات الأمني. نشطاء في تعز يكتبون: الجميع يعرف القتلة لكن لا أحد يعرف لماذا يتم التستر عليهم، وإذا تم افتراض سكوت الصحفيين والإعلاميين خشية الاستهداف فلماذا يسكت المحافظ وقادة الجيش والأمن؟ وقبل ذلك لماذا أوقف هؤلاء الحملة الأمنية التي سعت إلى تنظيف تعز من هذه الأوكار؟ أعزائنا المشاهدين، أسئلة ملحة تتردد على ألسنة أبناء تعز واليمنيين جميعا لفهم ما يجري في تعز المحافظة نصف المحررة. في المساء اليمني تطرقنا لهذا الملف مرارا ونتابعه اليوم لتسليط الضوء على المسؤوليات المختلفة الملقاة على عاتق كل طرف. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ثم نعود للبدء بالنقاش. جثث تخرج من أحواش منازل واغتيالات تتم في الشوارع دون تعقيدات كبيرة، وقتلة يصولون ويجولون في الشوارع. يبدو المشهد وكأنه جزء من فيلم رعب، لكنه وللأسف مشهد واقعي يحدث في تعز كل يوم. أكثر من 200 حادثة اغتيال داخل المدينة وعشرات المصابين والمهجرين. أصبح القتل أسهل ما يمكن القيام به في تعز، أسهل من ضبط الأمن، وأسهل من توحيد قوات الجيش، وأسهل من حقن دماء الناس. كل هذا يتم أمام مرأى ومسمع من الجميع: السلطة المحلية، قيادة الجيش، الحكومة والتحالف، كلهم يتفرجون على ملشنة تعز وذهابها نحو الفوضى. وإذا لزم الأمر فيتم عقد اجتماعات طارئة ومهمة. في السابق انحصرت معظم حوادث الاغتيالات في الجنود، لكن يوم أمس السبت حاول مسلحون فوق دراجة نارية اغتيال مستشار المحافظ والقيادي في الإصلاح نبيل جامل، ما أسفر عن إصابته مع سائقه برصاص ملثمين. ماذا دها تعز؟ في لحظاتها بؤس وفي كلماتها آلام. تغرق الحالمة في الدماء، أصبح حلمها الأمان وحضور الدولة، بينما يستمر انحسارها وتلاشيها على حساب حضور القتلة والإرهابيين. حتى الآن فشل المحافظ وقائد محور الجيش وقائد الشرطة في إيقاف حمى الاغتيالات المتزايدة. يطلقون حملات أمنية تخرج الدبابير من أوكارها ثم يتركونها تمارس هواياتها دون رقيب ولا حسيب، رغم الآمال التي ارتفعت لدى أبناء المحافظة عقب استعادة بعض مؤسسات الدولة في المدينة، إلا أن موجة الخلافات التي نشأت بين قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة يلقي بظلال الرعب على السكان من الموت المتجول على شكل دراجة نارية. الرئيس هادي ورئيس حكومته بعيدين كل البعد عن كل هذه القضايا، وكأن تعز والدماء التي تسفك فيها ليست ضمن جغرافيا اليمن، أو أنها كما قيل قطاع منفصل. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من تعز الصحفي والناشط السياسي أحمد شوقي. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك أخي وجي. حياكم الله. إذن أستاذ أحمد، ما الجديد في تعز على المستوى الأمني على المستوى السياسي أيضا؟ ما الذي يحدث في المدينة؟ لماذا تستمر هذه الاغتيالات؟ طبعا على المستوى الأمني هناك اجتماع عقد
للجنة الأمنية برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد المحور اللواء خالد فاضل قبل يومين، وتعهد ب يعني التعامل مع قضية الجنود الذين تم الكشف عن جثثهم قبل عدة أيام، وحتى الآن لم يطرأ جديد. كذلك البارحة حدث لقاء أو اجتماع ما بين بعض القيادات المحلية والقيادات العسكرية، وتم الاتفاق على تحديد أسماء المطلوبين للقبض عليهم أو بغرض الاشتباه أو التحقيق معهم، وكذلك المطلوبين أمنيا، وتم الاتفاق على القيام بهذا العمل. وحتى الآن لم يحدث هناك جديد في الوقت الذي ارتفعت فيه منسوب الجرائم التي حدثت خلال البارحة. تقريبا قرابة 10 جرائم حدثت في مناطق وسط المدينة، في شارع جمال، في التحرير الأعلى، في التحرير الأسفل، في مناطق مختلفة من المدينة، وحتى الآن لم يحدث هناك أي جديد على المستوى الأمني. على الصعيد السياسي هناك لقاءات عقدتها الأحزاب السياسية فيما بينها البين، وكان هناك طبعا حارة استقطاب وحارة خلاف حول ما يحدث في تعز. طبعا هناك حالة تحشيد ويعني وضغط غير مفهوم أو ضغط عدمي عبثي يتم خلال اليومين الماضيين على السلطة المحلية، في الوقت الذي المحافظ طبعا خارج المحافظة منذ 4 أيام تقريبا بغرض يعني قضاء إجازته أو القيام بأعمال أخرى، فيما القيادة الأمنية والعسكرية داخل المحافظة حتى الآن لم تمارس دورها، بينما تتجه عملية التحشيد والحملات الإعلامية والتراشق والهجوم على السلطة المحلية وعلى المحافظ شخصيا في ظل غيابه، وتتجاهل المسؤولين الأمنيين والعسكريين الذين لم يحسموا أمرهم حتى الآن في التعامل مع مثل هذه القضايا. طيب، تحدثت عن مطلوبين أستاذ أحمد بالنسبة لجرائم الاغتيالات، هل تم معرفة أو على الأقل السلطة المحلية تعرف أسماء أو تعرف من هم الـ يعني من يقف وراء عمليات الاغتيال التي تحدث؟ أخي الكريم، من الناحية القانونية والناحية المؤسساتية حتى الآن لم تقدم أو يقدم ملف جنائي مكتمل واحد للسلطة المحلية لكي تحدد من هم هذول المطلوبين أو المتهمين بهذه الجرائم. إلى اليوم ما زالت التحقيقات لم تكتمل، إلى اليوم ما زالت الجهات الأمنية تمارس عملها أو كما تقول، ولم تخرج كما قلت لك بملف واحد مكتمل. تظل الاتهامات الآن لأشخاص ولجهات وأشخاص أيضا مشتبه بهم ويعني أدينوا أو اتهموا بارتكاب جرائم سابقة ولديهم يعني سجل جنائي مشبوه خلال الفترة السابقة بأنهم مطلوبين. هذه طبعا التقارير ترفع إلى السلطة المحلية، وطبعا هناك كان يعني رغبة في أن يتم القبض على هؤلاء، وكما قلت أنت تحدثت وتحدث التقرير أيضا في بداية الحلقة أن هناك حملة أمنية كانت شرعت، لكن الحملة الأمنية لم يكن هدفها في تلك المرحلة القبض على هؤلاء المطلوبين، وإنما كان هدفها استعادة المؤسسات العسكرية والمدنية في الجهة الشرقية من المدينة، وما حصل هو أن توسعت المواجهات ويعني أصبحنا في ظل هذا الاحتقان الموجود في تعز والانقسام الذي نعيشه الآن بسبب الانحراف عن أهداف الحملة الأمنية السابقة. طيب الآن يعني هل هناك معلومات عن سبب هذا التباطؤ على الأقل من الأجهزة الأمنية في الكشف وتحديد الجناة وتقديم معلومات جديدة لوسائل الإعلام وتطمين الأهالي في تعز حول أن الأجهزة الأمنية تقوم بعمل ما لمواجهة هذه الاغتيالات المستمرة لمحاولة ضبط المدينة من حالة ما يعني من حالة انفلات أمني قد تجر إليها؟ للأسف هناك العمل السياسي والاستقطاب المجتمعي الذي يدخل في عمل مؤسسة الدولة والذي يعرقل عمل مؤسسة الدولة من خلال التحشيد الحاصل كما قلت لك وعملية الاستقطاب داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومحاولة جر قرارها ويعني إجراءاتها التنفيذية لأهداف سياسية أو للابتزاز أو للضغط على بعض القوى بينها فيما بينها البين. هذا العمل طبعا يعرقل عمل الأجهزة الحكومية والأجهزة الأمنية عموما يعني والعسكرية. كذلك أيضا هناك إشكاليات فيما يخص التنسيق يبدو لي وفيما يخص الامتثال للأوامر الصريحة من قيادة السلطة المحلية حول البحث في هذه الجرائم. هناك تباطؤ للأسف وهناك عدم استجابة. في الأسبوع الماضي تم التحقق بحجة أن القوات العسكرية والجيش طبعا القوات الأمنية لا يمكنها أن تقوم بمفردها بعمليات المداهمة والدخول إلى أوكار المطلوبين أمنيا، وكان يفترض أن يتم إسناد من قبل الجيش، لكن كانت هناك حجة يعني معلنة أن قوات الجيش لا تستطيع القيام بهذا العمل لانشغالها بالعمل العسكري، ولا ندري ما هو العمل العسكري الذي يعني يمنع هذه القوات من المشاركة في القوات. طيب في هذا السياق أستاذ أحمد تحدث بحكم أن قوات الجيش لديها تسليح أفضل. نعم. نعم، يعني أنت تحدثت عن عدم قدرة القوات الأمنية على يعني مباغتة أو
يعني دخول إلى هذه الأوكار والمقرات لهذه العناصر المنفلتة، لماذا يحدث ذلك؟ هل هذه القوات غير مؤهلة أم أن يعني لديها نقص في جانب اللوجستي بشكل أو بآخر؟ هناك إرباكات طبعاً، كما تعلم نحن الآن نحاول استعادة مؤسسة الدولة، وهناك أيضاً يعني تفلت إداري ويعني ضعف في عنصر الانضباط لدى الكوادر الأمنية، وما يعني أن القوى البشرية التي قد تمتلكها الأجهزة الأمنية وغيرها هي قوى بشرية ليست بالعدد المطروح في الكشوفات أو الأسماء المرفوعة لإعداد الأفراد أو الضباط أو القادة العسكريين وكذلك الجنود. ايضا هناك مشكله تتعلق فيما يخص الجانب الامني، ان قوات الامن يعني الان اصبحت مسنوده بقوات الامن الخاص، وهو لواء عسكري يعني معني بالجانب الامني. هذه القوات تم تقديم بعض الدعم اليها خلال الشهور المنصرمه، واصبحت على جاهزيه الى حد ما يعني معقوله للقيام بمهام امنيه، لكنها تواجه عناصر للاسف لديها تسليح ولديها ارتباطات، أقصد شاركت في خلال الفترة الماضية في الحرب وكذا، هناك ارتباطات اجتماعية وعلاقات شخصية وبينية جعلت هذه المجامع أو الأطراف أو الأفراد، وهم معدودين يعني دولي أو عددهم بالعشرات، لديهم قوة تسليحية تستدعي أن تشارك القوات العسكرية في هذا العمل، كون المستوى التسليح الذي تملكه هذه القوات مستوى يعني أو المجموعات يعني مستوى تسليح كبير، وبالتالي تحتاج إلى يعني إسناد من قوة الجيش الوطني. وبالتالي الآن الأجهزة الأمنية يجب أن يتم التنسيق فيما يخص ما بين قوة الجيش وقوة الأمن من أجل القيام بهذه المهمة إذا أردنا أن تنجح هناك حملة أمنية في تعز لملاحقة المطلوبين. طيب، في هذا السياق دعنا نشك معنا في الحوار النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم الشرطة في تعز. أهلا بك حضرة النقيب. أهلا وسهلا بك وصلى الله مساك. حياكم الله. إذن أنتم كجهة أمنية حضرة النقيب مسؤولون بصورة مباشرة عن ضبط الأمن في تعز، ما هو موقفكم أو كيف تتعاملون مع انتشار الاغتيالات بهذا الشكل في المدينة؟ والله يا أخي العزيز، نحن على منصة بلقيس قد تكلمنا كثيرا حول هذا الموضوع. فعلا نحن نعتبر واجهة العمل الأمني والمشرفين عليه، لكن تظل مثل هذه الحوادث الجسيمة والكبيرة تحتاج إلى يعني إجراءات مكثفة يتشارك فيها الجميع، مثل قضايا الإرهاب التي تتدخل فيها أجهزة سيادية، أجهزة استخباراتية. أيضا في الوضع الحالي الذي يعتبر فيه السيطرة الفعلية لقوة الجيش في المحافظة يتطلب وبضرورة ملحة مشاركة الجيش في أي عمل أمني، وهذا ما يتم العمل عليه الآن. إدارة عام الشرطة كإدارة عام الشرطة ما زالت إمكانيتها محدودة ولم تكتمل بنيتها إلى الآن، وكما أشير يعني لدينا القوات الخاصة دعمت خلال الفترة القليلة الماضية بمعدات وآليات وأطقم، هذا يعني يعتبر رافد للجهاز الأمني ومساند كبير لتنفيذ الخطط. خططنا جاهزة، ما نعمل عليه هي يعني إعداد الخطط، وهذا ما عملنا عليه، ويعني تقديمها ومناقشتها مع كل الجهات ذات العلاقة اللي هي الأجهزة الاستخباراتية وقيادة الجيش، طبعا تحت مظلة اللجنة الأمنية برئاسة الأخ محافظ المحافظة، وهو مشرف على هذا العمل ومتابع له عن كثب. وإن شاء الله عز وجل يعني خلال الساعات القادمة سيكون هناك ربما تحرك، والاجتماعات مستمرة منذ يومين لمناقشة الوضع والتصعيد الخطير على الجانب الأمني في المحافظة، ولا بد من تحرك عاجل، وهذا ما سيتم إن شاء الله. طيب، يعني في سياق ذلك، قبل فترة ألم يصدر قرار بمنع الدراجات النارية؟ هل فشل هذا القرار أم أنه يعني اتضح لكم أنه غير مجدي بشكل جيد في مسألة منع عمليات الاغتيال؟ بالضبط، شوف الخطط الأمنية هي قابلة مثلا للتغيير والتعديل فيها حسب الظرف وحسب يعني كما قلت
عدم يعني جدواها. يعني احنا منعنا الدراجات النارية لفترة معينة، لكن رأينا التصعيد الأمني، تصعيد الإخلالات الأمنية بشكل كبير، تطلب مننا مراجعة وإعداد خطط، وهذا ما تم. تم الانتقال إلى المربع الشرقي والتمركز في المقرات الرسمية للمؤسسات الأمنية والعسكرية بإشراف مباشر من قبل رئيس اللجنة الأمنية الأخ محافظ المحافظة. سيتلو هذه العملية انتشار أمني بآلية وخطة تم إعدادها من قبل المتخصصين وتم مناقشتها مع كل الجهات المعنية. طيب، في سياق الحملات الأمنية التي كانت موجودة حضرة النقيب، هل ترى أن هناك حاجة لإعادة إحياء مثل هكذا حملات، خاصة أن الحملة السابقة يبدو أنه أوقفت أو لا تعمل بشكل واضح بعد الأحداث الأخيرة في تعز؟ شوف، يعني العمل الأمني بشكل عام، أنا بتكلم لك، يتطلب تنسيق ومشاركة من الجميع كما أخبرتك قبل قليل، وهذا ما يتم عليه الآن. وإن شاء الله عز وجل هناك حملة أمنية ستستأنف بالتوازي مع عمل أمني على الأرض بالتنسيق مع الجانب العسكري والاستخباراتي. نتوقع أنها يعني ستثبت نجاح أكبر إن شاء الله. طيب، قبل يعني بالأمس القريب تم انتشال 5 جثث لأفراد من الجيش، ما هي تفاصيل هذه الحادثة بحسب المعلومات المتوفرة لديك؟ والله يا أخي العزيز، هو يعني تم تشكيل لجنة، اللجنة باشرت إجراءاتها بالتحريات والتحقيق والتتبع، وتم انتشال الجثث يعني عبر اللجنة المكلفة، والقضية الآن رهن الإجراءات. يعني هناك طب شرعي وهناك يعني عمليات تحري وتحقيقات، ونحن قلنا مجرد الوصول إلى نتائج سيتم عرضها على الرأي العام إن شاء الله عز وجل. هل من معلومات أيضا على محاولة اغتيال الأستاذ نبيل جامل مدير مكتب التخطيط؟ هي محاولة اغتيال كسابقاتها وطواف إلى سجل التحريات والإجراءات والتحقيقات التي نجريها على كامل العمليات التي تمت مسبقا، وهناك خيوط وهناك يعني مطلوبين ومشتبهين تم تحديدهم، وننتظر بس تدشين عمل أمني إن شاء الله عز وجل سيتم إلقاء القبض على هؤلاء بإذن الله. أشكرك حضرة النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم الشرطة في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك أستاذ أحمد، إذن سمعت ما تفضل به حضرة النقيب، هناك جهود، هناك خطط، وهناك أحيانا حاجة كبيرة للتنسيق. إلى أي مدى تقيم عمل الأجهزة الأمنية وفقا للإمكانات المتاحة في نهاية المطاف برأيك؟ طبعا هناك جهد يبذل، ولكن كما تحدثنا من قبل أننا نحن الآن في مرحلة استعادة الدولة ومرحلة يعني تثبيت مؤسسات ولوائح إدارية وقوانين، وهناك طبعا كما تعلم قصور في مسألة الانضباط وفي مسألة الدعم الذي يعني تحتاجه الأجهزة الأمنية، ولكن هناك خطوات تمت خلال المرحلة الماضية. المحافظ أمين محمود استطاع أن توفير 40 طقم عسكري للقوات الأمنية، 3 منها للقوات الخاصة، 6 لإدارة الأمن، و4 تم توزيعها على بعض القيادات المعنية يعني في هذا الجانب. الآن ما هو مطلوب الآن؟ أن تقوم الأجهزة الأمنية باستكمال عملية التحقيقات بشكل عاجل وسريع، بحيث أن يتم إعداد ملفات للمطلوبين هذولا في القضايا الاغتيال وقضايا الجنائية، وأيضا تقديمهم للمحاكمة، لأنه كما سمعت قبل أيام كان هناك طلب لأوامر قهرية من النيابة النائب العام لملاحقة هؤلاء المطلوبين، ويعني أوامر قهرية بالقبض عليهم، وتم التوجيه من قبل النائب العام بضرورة استكمال ملفات التحقيقات وملفات محاضر جمع الاستدلالات حول هؤلاء الأشخاص، بحيث يتمكن من تحديد هويتهم
كمشتبه بهم رئيسيين وطلبهم للقبض عليهم أو حتى القبض عليهم قهريا، مما يعني أن العمل الأمني يجب أن يستمر بشكل متواصل. قد يكون هناك الآن بحكم الضجيج الذي يحصل الآن هناك لوم على إدارة الأمن، ولكن هذا لا يعني اللوم أن إدارة الأمن يعني تفاشلة أو غير مجدية، بالعكس هي تبذل جهود، وهذه الجهود نريد فقط أن تستمر. الاستمرارية كفيلة بأن يعني ترد ما هو الخاصة بعنصر الدعم وعنصر الكادر البشري. أما فيما يخص عملية الحملات الأمنية والجانب المداهمات وهذه المسائل، هي تحتاج كما قلنا لعزيمة صادقة من قبل القوات المسلحة الجيش. هذه العزيمة الصادقة تتعامل مع العملية الأمنية باعتبارها عملية أمنية وليست عملية حربية، بمعنى آخر أنه لا قابلية لأن نعمل على استهداف فئات عريضة من الجهات أو الوحدات المسلحة أو القوات، ونحن في هذا الموضوع بحاجة إلى القبض إلى بعض عن بعض أو على بعض المشتبه بهم أو المطلوبين أمنيا، يعني مجموعة من الأشخاص مطلوب القبض عليهم مشتبه بهم رئيسيين، كذلك الأشخاص الذين قد يكونوا مشتبه بتورطهم أو معرفتهم لمعلومات. لا نستدعي عنصر يعني المعسكرين، يعني كأنه المسألة أننا نستهدف مجموعة عسكرية كبيرة جدا، وهذا مما يسبب إقلاق السكينة العامة داخل المحافظة بل والدخول في قتال أهلي. نحن لسنا بحاجة إليه في هذه المرحلة، بالعكس نحن بحاجة إلى تحييد مختلف الأطراف التي قد تعرقل هذه العملية أو استقطابها في صفنا للمشاركة في هذه العملية، في عملية المداهمات وفي عملية المساعدة في الجانب الأمني، ولسنا بحاجة لخلق استقطابات جديدة داخل المجتمع. طيب في هذه النقطة تحديدا برأيك، هل نجح المحافظ في تحقيق نوع من الالتفاف حول مدينة تعز منذ استلامه يعني إدارة المحافظة منذ فترة؟ في الحقيقة المحافظ بذل جهود كبيرة جدا، وأنا كمراقب كنت مطلع على بعض اللقاءات والاجتماعات التي جرت ما بين المحافظ وما بين قادة الأحزاب السياسية على سبيل المثال أو القادة الجماهيريين، وكذلك حتى مع الإعلاميين، وكان المحافظ صريحا إلى درجة يعني كبيرة جدا، وواجههم وصارحهم بالمشاكل التي تعانيها المحافظة وبضرورة الالتفاف من أجل حل هذه المشكلات. وفي الحقيقة تحمل الكثير من الأذى منذ وصوله إلى المحافظة من قبل بعض يعني الأطراف أو قبل المجموعات التي تريد إملاء بعض طلباتها أو أهدافها أو محاولة احتواء عمل المحافظ لصالح جهة معينة أو مجموعات معينة. تحمل الكثير من الأذى، تحمل الكثير من المضايقات، وواصل بنهجه التوحيدي أو نهجه الإجماعي، لكن هناك مجموعة إدارات يعني أو إجراءات إدارية وقانونية وعسكرية تمت خلال هذه المرحلة، مجموعة إصلاحات إدارية يعني بشكل أصح استفزت بعض الأطراف أو بعض الأفراد أو بعض المجموعات أو بعض الأشخاص إلى أن يكونوا في معسكر استقطاب موازي مستخدمين القضايا العامة والقضايا الأمنية والعسكرية والميدانية وغيرها في النكاية والنيل من محافظة المحافظة. بالإمكان أن يعقد أكثر من لقاء حتى إعلامي على ندوات على قناة بلقيس ليحضروا قادة الأحزاب السياسية وقادة المجتمعيين ونتناقش في هذه القضايا ونتكاشف ما الذي كان يتم التعهد به. على سبيل المثال تعهدت الأحزاب السياسية قبل نحو يعني في 21/4 تقريبا من الشهر الماضي عدم عمل أي تحشيد أو أي تحريض داخل المجتمع أو إخراج أي مظاهرات بدون التنسيق مع باقي القوى السياسية والتوافق على هدف هذه المظاهرات والغرض منها، وكذلك بالتواصل مع السلطة المحلية لمعرفة ما هي التدابير التي لديها لمعالجة هذه المشاكل التي تمس المجتمع. وأنا أشاهد أن هناك خرق لهذه الاتفاقات كلها وهذه التعهدات كلها، وكما قلت لك أنا كنت شخصيا شاهدا على بعض هذه الاتفاقات وشاهدا على حالة النكث. فبالتالي هنا نتحدث عن محافظ بذل جهده للأمانة خلال المرحلة الماضية، ونتحدث عن محاولة تفلت ويعني أعذار واهية يستخدمها البعض وشغل دعاية وإعلام وتراشق إعلامي بغرض استهداف المحافظ أو التخلص منه، ولا ندري ما هو الهدف من أننا نتخلص من محافظ متواجد داخل المحافظة وبذل جهده خلال المرحلة الماضية وقدم الكثير من الدعم لتعز وقوى موقف الشرعية، ونحن نتحدث عن محافظ هو الممثل الأول للرئيس عبد الرب منصور هادي والسلطة الشرعية. فاستهدافه واستهداف يعني السلطة المحلية هو محاولة لإفراغ الجانب المدني من العمل داخل المحافظة، والمعنى أننا نعود للقادة العسكريين ونظل نتسول ونترقي يعني احتياجاتنا ومطالبنا ومصالحنا كمواطنين، ونواجه بعد ذلك بتسويات وترضيات فيما بينهم البين ولا تخدم مصالح المجتمع.
يعني أنت تتحدث عن تراشقات إعلامية بعيدا عن مسألة تحميل المحافظة والسلطة المحلية المسؤولية أمام استمرار عمليات الاغتيال أو وجود حالة من الانفلات الأمني على الأقل، وتوقف أيضا من الحملة الأمنية. يعني في نهاية المطاف الحملة الأمنية توقفت بأوامر من السلطة المحلية، ليس كذلك؟ أخي الكريم وجه السمان، هناك بحاجة أو هناك حاجة لتوضيح بعض الأمور. الحملة الأمنية التي أطلقها الأخ المحافظ أولا كانت تحت إشرافه شخصيا، بمعنى أن هناك عدد من القوات العسكرية تم تجميعها من عدد من الألوية، وتم إبلاغ الألوية بإحضار هذه الأطقم دون معرفتهم بطبيعة المهمة، ودون معرفة حتى قيادة المحور بطبيعة المهمة التي ستقوم بها هذه الألوية. وتم تعيين ضابط على رأس هذه القوة للقيام بحملة أمنية للسيطرة على المرافق الحكومية في الجهة الشرقية من المدينة وتسليمها للجهات العسكرية والأمنية المختصة. تمت هذه العملية بنجاح، وتم استلام المرافق وتم تسليمها دون حدوث إشكالات. حصل هناك تدخل من قبل بعض المجاميع العسكرية في عمل الحملة الأمنية، وكأنه نظر للموضوع وكأنه استهداف لجزء من القوى العسكرية الموجودة في تعز. فهذا التدخل وسع عملية المواجهات لتشمل يعني أطراف مختلفة من المدينة. أصبح هناك مثلا من هم متمترسون في أطراف المدينة في الضواحي الغربية يعني يعتقلون خصومهم في وسط المدينة، من هم متمترسون في الجهة الشرقية يعتقلون خصومهم في وسط المدينة، من هم مثلا متمترسون في شمال او وسط المدينه يعتقلون خصومهم في الجهه الشرقيه او الغربيه، وهم ليسوا خصوم بالاساس ولكن عناصر يعني عاديه او افراد يعني مقاتلين او جنود لهذا اللواء العسكري او ذلك، ومواطنين وافراد عاديين. وتمت هذه العمليه الاعتقالات الواسعه ووسعت المواجهه بشكل كبير جدا. عمل المحافظ على احتواء هذا التجريف الذي حصل للعمليه الامنيه والعسكريه، وعقدت اجتماعات على مدار 10 ايام على مدار الساعه في مقر المحافظه، وكان القادة العسكريين هناك ضيوف ملازمين من أجل احتواء الموقف، وتم استلام المقرات الحكومية كما هو كان مخططا له في المرحلة الأولى من الحملة الأمنية. هناك مرحلة ثانية للحملة الأمنية فيما يخص المطلوبين وغيرهم، هذه المرحلة لم تعلن ولم تطرح منذ المرحلة الأولى من الحملة الأمنية، وإنما تم صياغة خطاب إعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر يعني بعض المواقع المولة أو غيرها، لتصوير الحملة الأمنية وكأنها تستهدف القبض على مطلوب أمنيا. أنت لن تستطيع القبض على مطلوب أمنيا في مناطق أنت لست متواجدا فيها، وبالتالي كان لابد من أن تتواجد القوة العسكرية في كافة أنحاء المدينة وتكون تعز مربعا أمنيا واحدا من أجل أن نستطيع أن نقبض على المتهمين والمجرمين. الحملة الأمنية كما قلت لك لم تتوقف للآن، ولكن كان هناك مرحلة ثانية وكان متفقا عليها على أن يتم الشروع فيها، وقد تم الأخ المحافظ هو بالنهاية أقصد شخص مدني وليس قائد عسكري لديه قوات عسكرية، بحيث نقول أنه لماذا لم ينفذ؟ هو يوجه القوات العسكرية، والقوات العسكرية والأمنية هي من عليها واجب تنفيذ توجيهاته. تم التوجيه قبل أكثر من أسبوع تقريبا 10 أيام بتدشين المرحلة الثانية من الحملة الأمنية، وتم كما قلت لك يعني عدم الموافقة التنصل. لا أريد أن أدخل الآن في جدل حول هذا الموضوع، لكن لم يتم تنفيذ توجيهات المحافظ. إذن نحن هنا المحافظ نتحمل مسؤوليته الأخلاقية كمسؤول مدني من حيث المتابعة والإشراف والتوجيه بما يجب عمله. أكثر من ذلك لا يستطيع، لا يمكن للمحافظ أن يتحمل سلاحه ويخرج إلى المدينة لطرد مطلوب أمنيا أو لينفذ هذه المهام. هذه المهام مهمة للجهاز الأمني والعسكرية، والقادة العسكريين والقادة الأمنيين هم لديهم القدرة على تحريك القوات، وليس المحافظ الذي يستطيع أن يحرك قوات ليست خاضعة مباشرة له. نعم، أشكرك إذن أستاذ أحمد شوقي صحفي والناشط السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. مشاهدينا الكرام سنستمر في هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر سكايب من فرنسا، مصطفى الجبزي الكاتب والباحث. أهلا بك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى تسمعني؟ مرحبا بك خاوجي، وتحية لكل مشاهدي القناة. أهلا وسهلا بك. إذن
أسمعك وأتمنى أن يكون صوتي واضحاً أيضاً. نعم الصوت هو واضح، لكن هناك ربما بعض التأخير في وصول الصوت. لا بأس، ليست مشكلة. إذن أستاذ مصطفى، كتبت على صفحتك في الفيسبوك عن كلفة إطالة عمر الحرب في تعز، عن استنزاف المدينة بشكل أو بآخر، وما تشهده من محنة بانتشار الجريمة فيها. إذن كيف تقرأ بشكل عام ما الذي يحدث بداخل المدينة؟ ما الذي سيؤثر في المستقبل عليها وعلى أبنائها؟ صحيح. في الحقيقة المتحدثين الذين سبقوني الآن مشكورين، أطلعونا على تفاصيل كثيرة لما يدور في المحافظة، وهي تفاصيل مؤلمة، خصوصا أن المشهد في تعز انزلق إلى جرائم كبيرة تؤثر في سمعة المدينة على الصعيد الوطني، ولكنها أيضا تؤثر في السكينة وفي مسار الحرب وفي البعد الأخلاقي للمعركة التي يخوضها أبناء تعز من مدنيين وعسكريين في مواجهة الانقلاب. الصورة من بعيد تبدو كالتالي: أن مدينة واجهت الانقلاب في البداية عن طريق مجاميع مقاومة، ثم تم تعزيزهم بأمن وجيش، إلا أن هذا العمل لم يكتمل، وبالتالي لم يكتمل على أكثر من صعيد. نحن أمام مأساة نصف أعمال، أي أننا لم نكمل تحرير المحافظة، كما أننا لم نكمل أيضا بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبالتالي المجامع التي تبوأت لعمل المقاومة وجدت فراغا تريد أن تملأه، لكن وضع الحرب أوجد مساحة كبيرة لانتشار القوى الظلامية، وهذه هي المشكلة الكبيرة. الحديث عن تعز يتطلب مننا النظر إلى السجل الجنائي للمدينة قبل ذلك. حقيقة الأمر، مدينة تعز كانت وفق إحصائيات وزارة الداخلية في 2005 هي المحافظة الثانية بعد أمانة العاصمة من حيث الجرائم، وفي عام 2013 كانت المحافظة الأولى في جرائم القتل عمدا، أي أننا أمام حالة عنف مكبوتة داخل المدينة، وحالة العنف هذه تفجرت أكثر مع الحرب، لأن الأشخاص أرادوا تحقيق ذواتهم من خلال الحرب، لكن إدارة ملف الحرب كانت إدارة غير صحيحة، ولم يتم إنجاز التحرير بشكل صحيح، وبالتالي تطبيع الحياة وعودة الحياة المدنية وتفعيل المؤسسات المدنية، وبالتالي الفراغ هذا الكبير أتاح مجالا للقوى الظلامية والجماعات المتطرفة أن تنتشر، وجعلت من المدينة مربعات وليست مربعا أمنيا واحدا. إلا أن الصورة الأكبر من ذلك هي أن المدينة التي كانت لسنوات طويلة، أو المحافظة إجمالا، والتي لديها قرابة 5 نقاط على الشريط الساحلي، كانت نقاط تهريب ابتداء بالبشر وانتهاء ومرورا بالمنبهات والمؤثرات الذهنية وبالمبيدات، جعلت المدينة سوقا مفتوحا لكل ما هو غير قانوني وغير شرعي، وهنا تنشط الجماعات الإجرامية. طالما لا توجد سياسة أمنية واضحة، وأغرقت المدينة بالمخدرات وبالمنبهات إلى حد كبير، إضافة إلى ذلك كما قلنا معطى الحرب، لكن هناك معطى آخر قادم من المدن الشرقية والجنوبية، وهي استراتيجية مكافحة القاعدة في الجنوب. في هناك مصادر غربية تشكك كثيرا في المعركة التي جرت في المكلا ضد القاعدة، وكثير من الصحف الغربية قالت أنه تم السماح بكوريدور، بممر آمن لبعض الجنود ودفعهم إلى مناطق أخرى في الوسط وفي الجنوب الغربي، وبالتالي تم دفع أعداد متطرفة من مناطق الجنوب والساحل على الجهة الجنوبية إلى مناطق الوسط، وهذه مشكلة كبيرة، لأننا أمام تشكيل حزام وسط متطرف أيضا يواجه حرب يقودها إنقلابيون بصيغة طائفية، وهنا فعلا يقدح فتيل الحرب الطائفية أكثر. هناك نقطة مهمة ربما تحدث عنها الأخوة، وهي طريقة إدارة المعركة. كما قلنا لم يتم التهيئة الكاملة من الناحية الأمنية والناحية العسكرية، وأيضا لم يتم تزويد المحافظة بالعتاد الكافي ولا باستيعاب التنوع السياسي في المدينة،
وقامت الأطراف الممولة للحرب بتفعيل هواجسها السياسية داخل هذه المدينة، وأصبحت معملا كبيرا لحروب وهواجس إقليمية. طبعا ما يحدث في مدينة تعز هو عمليا يعكس حالة التيه الكبيرة في الجانب المؤسسي على البلاد برمتها، ولا نحن في دولة مركزية بإمكانها أن توفر الموارد وتضبط كل شيء، ولا احنا انتقلنا إلى مرحلة الأقاليم التي يمكن للإقليم أن يتحمل المسؤولية ويوفر الموارد المتاحة على صعيد الإقليم بالإضافة إلى الموارد التي تأتيهم من المركز. بين هذا وذاك تجد المحافظة حالة تعثر كبيرة. أريد أن أشير إلى نقطة كبيرة، هي أن صورة تعز كما تنقلها الصحافة هنا في فرنسا هي وجود جماعات خارجة عن نطاق الدولة. وفق صحيفة لوموند كانت هناك 36 جماعة، ومؤخرا هناك تقرير نشر في صحيفة لوفيغارو ويتحدث عن 38 جماعة، أي أننا أمام أمراء حروب لا يوجد شبكة ناظمة لهم. هذه الصورة قد لا تكون بالضرورة هي، لكن يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. هذه عموما الصورة نتجت من التأخير في حسم الملف الأمني وتوحيد الجهود. طبعا تحدث الأخوة قبلي في عن المراشقات، عن الجو السياسي المكهرب الذي يدفع إلى استغلال كل عثرة ويتجاهل هموم المواطن ويتجاهل مسألة بناء الدولة وإعادتها وإعادة تفعيلها بما يحقق فعلا منطقة محررة من الانقلابيين، ولكن عودة سريعة للدولة وخدماتها. طيب، يعني في سياق أن تعز انجرفت إلى الوضع الذي هي فيه الآن، ربما يفهم في سياق وجود حالة انقلاب وحالة نوع من التفكك لهذه الدولة أو هشاشة للدولة، لكن في سياق المستقبل هل من السهل أن تخرج تعز من الحالة التي هي فيها الآن إلى حالة عدم التعامل بشكل طبيعي مع مسألة الانفلات الأمني وجرائم القتل، أم أن الأمر سيكون من الصعب في لحظة من اللحظات التحول أو إعادة التوازن للمدينة؟ المسألة مرتبطة بأكثر من شيء. أولا، وجود نوايا حقيقية لمعالجة الملف الأمني، وقبل هذا الاعتراف بالمشكلة. هناك بؤرة تطرف في تعز، يجب أن نعترف بهذه المشكلة وألا نقفز عليها، وبالتالي يمكننا تحديد الموارد والوسائل المناسبة لمكافحة هذا الأمر. صحيح أن هناك أعداد متطرفة، وهناك انقسام على الصعيد السياسي وعلى القوى الاجتماعية، وهناك أيضا قصور أو ربما عجز في الجانب الأمني في الضبط، ولا يوجد إشراف كافي لنقول من قبل السلطات العليا لملف تعز إجمالا، والدليل هو أن الملف تعثر لمدة 3 سنوات وما زالت تعز تتلقى قذائف الموت يوميا من طرف الحوثيين. لكن ما يطمئن هو أولا أن المدينة، مدينة تعز، هي حالة خاصة قياسا بمحافظة تعز. مدينة تعز ربما يصل سكانها إلى 600-800 ألف، لكن الكتلة الكبيرة في تعز هي في الأرياف، والأرياف ليست حاضنة اجتماعية ولا توفر بيئة خصبة لتمدد التطرف. يتمدد الجماعات المتطرفة والقتل والاغتيالات داخل المدينة لأسباب كثيرة، منها أولا أن المدينة كما قلنا ليست مربعة أمنية واحدة، وأيضا نتيجة لحالة الحرب. أيضا يمكن لتعز أن تتكئ على الصورة التي منحتها لنفسها، ولا أدري هل هي صورة وجيهة أم لا، لكن تفعيل البعد الثقافي في المسألة واستئناف الأنشطة المدنية، استئناف الأنشطة الإبداعية، تفعيل التنافس من خلال الرياضة، يمكنه أن يمتص طاقة العنف الكبيرة أو الطاقة الموجودة لدى الأفراد ويوجهها توجيها صحيحا. طبعا هناك جهود كبيرة يجب أن تطلع فيها المؤسسات الرسمية، ولكن أيضا الأحزاب والكيانات الاجتماعية، كل يجب أن يقف أمام اللحظة التاريخية الهامة. تعز بصدد التحول إلى بؤرة إرهاب، وبالتالي هذه تبعاتها لن تكون بسيطة على المدى البعيد. واليوم لدينا بعض الأسماء من تعز مصنفة بأنها داعم للإرهاب، لا غدا سيتم تدخل عسكريا من القوى الدولية لمكافحة الإرهاب، وبالتالي سنكون كأي مدينة أخرى شرق أوسطية مسحوقة بالإرهاب، ولا يتم الالتفات إلى معاناتها الحقيقية من الداخل، والعناوين المتصدرة ستكون هي الجماعات الإرهابية وإن كانت أعدادها قليلة. يمكن تماما تجاوز هذه العثرة، أولا بتوحيد الجهود، الاعتراف بمكامن الخلل ومعالجتها،
تفعيل الجانب الثقافي والمدني في المدينة وإتاحة الفرصة للقوى المدنية الحية بأن تنشط بشكل فاعل. ولا ننسى يجب أولا أن ننجز مسألة تحرير المحافظة، يجب أن نقشع هذا التهديد المباشر الذي قائم على المواطنين، ويجب أن نخلص من الانقلابيين في المحافظة لتأخذ المدينة والمحافظة نفسها وتعالج المشاكل. لدينا حالات نزوح كبيرة، لدينا كما قلنا تسرب مدرسي، لدينا مشاكل كثيرة جدا نتيجة لحالة الحرب. ربما هناك نقطة أريد أن أشير لها، أن الاختلال القائم في المحافظة هو لا يقتصر على المدينة، هناك أيضا مدن أخرى ثانوية صغيرة كالتربة والنشمة يوجد فيها قصور أمني، لكنه ليس بالحالة الكبيرة كما يظهر في مدينة تعز. بالتالي يجب أن تكون لنا رؤية شاملة للاختلال، وأتوقع أن أبناء تعز سيوحدون جهودهم، لأن لنا مسألة حياة أو موت. يعني أتمنى أن يكونوا عند هذه اللحظة التاريخية والمسؤولية، وأن لا يتم التلاعب بملف حساس جدا وتبادل الاتهامات واستجلاب هموم وهواجس الإقليم وانعكاسها على احتراف داخلي. لا نريد تكرار بعض تجارب المدن الأخرى التي مرت بتجربة عصيبة ولم تخرج، ومحافظة تعز ذات كثافة كبيرة وليس لديها موارد حقيقية تسعفها في الوقت الحاضر، ويجب عليها أن تستثمر في أمنها وفي التعليم وفي الجانب الثقافي. طيب سؤال أخير أستاذ مصطفى، الآن هل هناك يعني الوضع الحالي، هل هناك من يدفع إلى مأسسة هذا الوضع الحالي أو التعامل معه بشكل طبيعي من أطراف بداخل المدينة، وأقصد بأطراف داخل المدينة أي تحكم هذه المدينة أو تقوم بعمل دور سلطوي فيها؟ جميعنا يعلم أن الحرب على الإنقلابيين هي حرب مبرمجة، يقصد أنها ذات إطار عمودي، وبالتالي الشخص الذي يدير مسألة الحرب من الأعلى هو يستطيع أن يحرك المعطيات في الميدان ويوجه كل القوى التي تتبعه تمويلا وإرشادا وتوجيها، وهنا يتحمل الجانب الذي يقف في الأعلى، نقصد الحكومة من ناحية، ولكن أيضا دول التحالف تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه المحافظة. لا ننسى أن تدخل التحالف كان لحماية الشعب اليمني، وبالتالي يجب أن لا نحيد عن هذا المبدأ، وتعز هي محافظة يمنية وحمايتها على أكثر من صعيد، حمايتها من الإنقلابيين، لكن حمايتها أيضا من الانزلاق إلى مهاوي العنف والتطرف والاحتراب الداخلي. لا ننسى أن الدفع برغبة العنف يأخذ وقتا وأحيانا قصيرا، إلا أن تعطيل رغبة العنف تأخذ وقتا طويلا، وهنا يجب أن نأخذ بهذه المسألة بعين الاعتبار. عودة الدولة، خدماتها، توحيد الخطاب، تعزيز السكينة لدى المواطن، التقليل أو ربما تجنب المناوشات والأكاذيب والشائعات، هذا سيساعد في أن الناس يتفهمون المسألة الأمنية ويتعايشون وتقترب نفوسهم نحو السكينة أكثر دون الانجرار إلى المهترات والمقاتلة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث مصطفى الجبزي، كنت معنا عبر سكايب من فرنسا، شكرا على تواجدك معنا في هذا الحلقة من المساء اليمني، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء منصور نقاش وأسامة عادل، وتحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الأفراد في الطاقم الفني. إلى اللقاء.